حالات يأس الطب عن شفائها شفيت بفضل الله سبحانه وتعالى وأمره وكرمه ثم الصدقة. يعني أعرف شخص يعني أصيب بغيبوبة سقط وذهب عيال المستشفى قالوا ترى في غيبوبة ما له علاج عندنا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. فأحد الإخوة يسأل ابن هذا الشخص أبوك عنده شيء؟ قال عنده ابن. قال وشي؟ قال مجاهيم. قال روح وخذ لك واحدة منهن من أنفسها واذبحها بنية شفاء أبوك. يقول فذهبت ونحرت إحداهن وتبرعت على الفقراء والمساكين بنية شفاء أبوي. هو من مال أبوي. يقول بعد كم يوم إلا أبوه يصحو من الغيبوبة وتعود له الحياة. سبحان الله. تدري وش قال الأب؟ الولد يروي هذه القصة زميلي يعني أبوه يقول يا ولدي اللي شفاني بعد الله من هالمجاهيم اللي ذبحتوها شفتها في المنام وأنا في غيبوبة رأيتها في المنام وأنتم تذبحونها. شوفوا يا أخواني يعني أثر الصدقة على البيت على المرضى على كل شيء. حتى العقيم بعضهم ناس يعني أعرف رجل عقيم 15 سنة فتعاهد الصدقة فرزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية. فأنا أوجه نداء إلى من حرم من هذه الذرية التي هي زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فإذا ما الأطباء عجزوا الله سبحانه وتعالى ما يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فأنفق بنيتي شفاء مثلا زوجتك شفاءك أنت بأن ترزق من الذرية. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل محروم ومحروم وأن يشفي كل مريض ومريضة اللهم آمين وأن يرحم كل ميت وميتة وأن يحقق الأماني لكل منا إن ربي على كل شيء اللهم آمين. شيخ طبعا ذكرت قبل شوية طريقة هذا النبل البركود وفي ترى عندنا فيديو عن 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 الطريقة يعني اللي تتبعها شيء بسيط جدا عبر الجوال عبر تطبيق معين تختار ثم بعد ذلك تصدق بأي حتى لو بريال واحد مو بلازم نفس مبلغ الوجبة كاملة. شيخ نتابع مع السادة المشاهدين هذا الفيديو عن طريقة المساهمة في هذا المشروع تفطير الصائمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها الصدقة الجارية. بإمكانك الآن أن تجعل لك وقفا وأجرا دائما تجري حسناته لك في الدنيا وبعد مماتك والذي يعود ريعه على محتاجي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشاريع جمعية البر بالمدينة المنورة من جوالك وبكل سهولة وعبر تطبيق الراجحي. اتبع الخطوات التالية. بداية سجل دخولك لحسابك من القائمة أسفل الشاشة اختر تحويل ثم اختر أيقونة جمعية خيرية من فئة حد جمعيات التنمية والإسكان ثم اختر أو اكتب بشريط البحث جمعية البر بالمدينة المنورة ثم اختر من حسابات الجمعية المشروع الذي ترغب أن تتبرع به. لكفالة الأسرة اختر حساب عام وللأوقاف اختر الصدقة الجارية ولتنال أجر الإفطار اختر إفطار صائم وسيصل تبرعك لمستحقين ثم اضغط على حسابك وأدخل المبلغ الذي ترغب التبرع به ثم انقر التالي اضغط تأكيد ثم ستصلك رسالة تأكيد وهنيئا لك تبرعك في أرض البركة طيبة الطيبة. إذا كان هذا هو الفيديو الخاص بطريقة التبرع عن طريق تطبيق الراجحي. أيضا الزملاء حدثوا لنا التصميم الخاص بالوجبات مثل ما هو ظاهر على الشاشة. هو هدفنا 400,000 وجبة وصلنا إلى 130 وجبة ما شاء الله تبارك الله خلال 9 أيام. طبعا هي بدأت قبل بداية برنامج تزود وبإذن الله تعالى المتبقي 270,000 وجبة ترى قرابة ما يبدأ النصف إن شاء الله. صحيح قرابة النصف ما شاء الله تقريبا إحنا قربنا إن شاء الله وبحول الله تعالى ما يبدأ شهر رمضان إلا هالهدف وهو 270,000 وجبة قد تحقق بحول الله تعالى وإذا إن شاء الله